من جديد الصباح لكم مشاهدينا، ورح نكون هلا بفقرتنا الحواريه الثالثه. اكيد كلنا بشهر رمضان نظام حياتنا بيختلف، وتحديدا النظام الغذائي للاشخاص، انواع الاغذيه اللي ممكن جسمنا يحتاجها، كيف بنقدر نحن نقسم هيدا الغذاء وخاصه بعد فتره الافطار. رح نكون بتفاصيل اكثر بهذا الموضوع مع ضيفتنا بالاستديو المهندسه مريم درويش، اختصاصيه بالتغذيه. بنقول لك يسعد صباحك ورمضان كريم لك. صباح الخير. صباح رمضان كريم على الجميع. يا رب رمضان كريم عليك. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. بدايه مثل ما قالت مها دائما، يعني هو العنايه باجسامنا ونظامنا الصحي هو الاساس لحتى دائما نكون بصحه جيده. بشهر رمضان الكريم دائما بيكون في نظام ثاني مختلف عن اي شهر ثاني بالسنه. اكيد. فنحكي عن النظام الغذائي الخاص بهذا الشهر. هلا اول شيء بدايه حنبلش بوجبه الافطار. بتلاقي خلال الساعات الاخيره من الصيام الصايم بصير عنده كثير حاله توتر، ارهاق، تعب. الاصح انه نحن بدنا نبلش كاسه مي، المي هي بتروح لنا هي حاله التوتر اللي ممكن يصير معنا خلال ساعات الصيام. بعدين الافضل نبلش غذائنا بثلاث حبات تمر، التمر تحتوي على الالياف والمعادن الضروريه. بعدين ضروري ناخذ زبديه شوربه، يعني بنعتبرها ضيف خفيف على المعده وبتعمل توازن للشوارد بالجسم. بعدين ما ننسى بالطبق الرئيسي انه يكون عندنا كامل العناصر الغذائيه الضروريه مثل الكربوهيدرات، البروتين والدسم، وكمان ضروري تواجد السلطات والخضار انه هي بتحتوي على الالياف اللي بتساعد على عمليه الهضم، بتعزز صحه الجهاز المناعي. تماما. كمان هلا بالوجبه الرئيسيه لازم نركز على البروتين. البروتين بيعمل بناء لهيكل الجسم، بيقوي صحه العظام، بيفيد الجسم بشكل عام، وكمان بيوقينا من مشاكل ضعف العظام مع التقدم بالعمر مع الشيخوخه. تمام. ذكرتي انت بوجبه الافطار اللي هي نحن بدنا نبلش اكل على معده فاضيه. تماما. صائم كل النهار ما عم ياكل، فبعض الاشخاص بنلاقيهم بلشوا دفعه واحده كل الاكل قدامهم، يعني ببلشوا مثل ما قلتي بالتمر وراء مباشره الشوربه وراء مباشره الوجبه الرئيسيه، فبنلاقي اصيب بالتخمه ما بقى فينه ياكل، بيقول خلص حتى السحور ما بقى فينه ياكله. فهون أكيد. تقسيم الاوقات كيف لازم يكون؟ هلا اول شيء احنا ما لازم ناخذ كل الاغذيه دفعه واحده، لازم نخليها انه على دفعتين. هلا بعد الافطار يفضل ناخذ سناكات خفيفه، لانه حيجي وقت النوم ما فينا انه ناخذ دسم ولا ناخذ كميات كبيره، لا يفضل مثلا سناكات بسيطه او سلطات. هلا لازم احنا نركز بوجبه الافطار انه يكون عندنا العناصر الاساسيه اللي موجوده، احنا عندنا الكربوهيدرات وعندنا البروتين وعندنا الدسم. الكربوهيدرات فينا ناخذها مثلا هي الاشياء عم استخدامها اساسا هي الخبز والرز والبرغل، فينا كمان موجوده بالخضار الورق النشويه مثل الذرة مثل الجزر مثل البطاطا، والخضار بشكل عام مثل البندورة الخيار الخس. لازم كمان ننتبه على وجود السبانخ بالجسم لانه هي بتمد الجسم بالحديد. نعملها بالسلطة ما هيك نحطها تماما يعني صحن سلطة متنوعة. وكمان فينا لازم نركز على وجود البروتين. هلا احنا عندنا نوعين من البروتين، عندنا بروتين حيواني وعندنا بروتين نباتي. البروتين الحيواني ممكن احنا نشوفه بالاسماك باللحوم بالبيض منتجات الالبان والاجبان، والبروتين النباتي ممكن نشوفه بالبقوليات عدس حمص. تماما. ونحن عندنا كمان نوعين من الدهون، عندنا دهون مشبعه وعندنا دهون غير مشبعه. هلا بتلاقي اغلب النساء احيانا بيطبخوا بالسمنه وبالزبده، هي دهون مشبعه. لا اي صراحه هي ما صحيه كثير، نحن الاصح انه ندخل غذائنا الدهون غير مشبعه واللي هي مثل زيت الزيتون هو الاصح الاستخدام. الدهون المشبعه ممكن ترفع عندنا نسبه الكوليسترول بالدم، بتضر بصحه القلب وممكن كمان تعمل جلطات. طب هون في خلاف يعني بهذا الموضوع، دائما بيقولوا لك انه الزبده ممكن تكون ضمن حراره الجسم تدوب، ولكن في انواع زيوت ممكن يتم استخدامها صعب الجسم يطرحها وهي بتكون يعني شحوم ثلاثيه او هيك قصص. هي مثل ما قلنا انا انه دهون مشبعه ودهون غير مشبعه. هلا الدهون المشبعه هي اللي مع الايام هي ترفع نسبه الكوليسترول بالدم. زيوت الكوليسترول رح تضر بصحه القلب وتعمل حتى ممكن تعمل سرطانات مع الايام. بينصحوا دائما بالسمن الحيواني ممكن؟ لا بينصحوا افضل هو زيت الزيتون. زيت الزيتون بكل افضل هو في حال عدم توفر زيت الزيتون، يعني دائما السيدات عم يستعيدوا عنه. زيت الذره او زيت السمسم هو الافضل. زيت الذره او السمسم هو الافضل. تمام. هو بيكون قريب يعني على فوائد زيت الزيتون؟ اي قريب.
ممكن الجسم يطرحه بشكل جيد. ايه تماما. كنا عم نحكي قبل الهواء ونقاش، يعني هو كثير من الاشخاص يمكن مثلي انا ما بيحبوا كثير شرب المي وما كثير بيشربوا مي، فكيف الصائم يعني انه هو مقطوع كمان عن الاكل والشرب لفتره كثير طويله، كثير من الاشخاص بيشربوا مي خلال فتره السحور مشان ما يعطشوا خلال النهار، كمان هو موضوع ادخال المي على الجسم كيف لازم يكون خلال هيدي الفتره اللي عنا اياها من الفطور للسحور. هلا عمليا حاجه الجسم اليوميه هي من 2 ل 3 لتر، نحن الافضل نوزع على فترات بعد الافطار، نخدم معدل كل ساعه تقريبا كاسه مي، بس كثره المي على السحور يعني في عالم تمسك وتشرب كميات كبيره انه هي خوفا من العطش يعني. هي ما حيفيدها، الواحد لازم ياخذ لحد الارتواء ناخذ حاجتنا الطبيعيه فقط، يعني كثره المي ممكن تعمل لنا تلبك معوي وبتسهل عمليه الهضم يعني بتخلينا نجوع اكثر خلال النهار. طيب هون في فكره كثير بيقولوا انه بعض الاشخاص بيقولوا انه ما تشرب اذا ما كنت عطشان، يعني جسمك ما له بحاجه مي، اذا ما كنت انت عطشان لا تشرب مي، جسمك ما له بحاجه، فهون كيف نصحح هيدي المعلومه؟ لا اكيد لازم نحن احتياج جسمنا من 2 ل 3 لتر، اذا قلت عن هي الكميه بصير عندنا تجفاف بالجسم، يعني حتى لو ما كان شخص عطشان لازم يشرب مي. اي طبعا اكيد. بعدين انت جسم مثل ما عودتي بيتعود، اذا عودتي كل شوي اشرب مي هو لحاله حيصير يطلب مي كل شوي. حلو. طب بنلاحظ مثل ما قالت مها يعني احتياجات الجسم هي محدده ودائما الجسم بيطلب اشياء مثلا معينه او بتحسي حالك انه جاي على بالك هيدا الشغله، هلا دائما بالاحاديث العامه بيكون انه بيقولوا لك انه انا شو جاي على بالي باكل، يعني ما بحدد نظامي الغذائي، ممكن جسم يطلب سكريات بلحظه معينه او مثل ما قالت مي، فهيدا الموضوع قد ايه هو صحيح او خاطئ؟ هلا لك يعني الغذاء فيك تاخذيه ده فيك تاخذي دواء، انت شو بتاخذي لجسمك؟ اذا اخذتي انت شغلات بتضر كلها لها نتيجه مع الايام، انت بس اذا ضلينا نتناول هالسكريات رح يصير معك سكري، السكري كلنا طبعا بنعرف قديش اضرار، رح يصير معنا ضغط، لا ناخذ نحن ننظم غذائنا، ناخذ الشغلات الاساسيه اللي بيحتاجها الجسم والشغلات المفيده ونحاول نبعد عن السلبيات لانه بالنهايه كلها لها اضرار. تمام. فكمان نقطة كثير مهمة انه نحن لازم وجبة البروتين تكون موجودة بغذائنا من لحوم اسماك بيض والى ما هنالك، ولكن نعرف انه مو كل الاشخاص اكيد رح يكون متوفر هيدا الشيء عنهم، بشو بنقدر نحن نستعيد يعني البدائل لهيدي البروتينات الحيوانية؟ هلا مثل ما صنفنا البروتينات، صنفنا بروتين حيواني وبروتين نباتي، الاسماك واللحوم هون صنفنا بالبروتين الحيواني. هلا ليك البروتين الحيواني نحن فينا نعتبره بروتين كامل، بينما البروتينات النباتيه هي بروتينات غير كامله لانه هي بتفتقر لبعض الانواع من الاحماض الامينيه، والبروتينات الحيوانيه هي فينا نستغني عن البروتينات النباتيه اذا اخذناها، بس النباتيه هي ما بتكفي تماما. هلا الاسماك اذا ما كان متوفر عندنا السمك فريش فينا ناخذ على الاقل لازم ناخذ نوتون او سردين مره واحده بالاسبوع، لانه هو بيحتوي على الاوميجا 3، الاوميجا 3 هي بتعزز صحه القلب وبتقوي الدماغ، هلا انت حسنتي الدماغ حسنتي المركز الرئيسي بجسمك، يعني اوريدي حسنتي كل جسمك انت. فينا ناخذها كمان نعزز بالبيض ومنتجات الالبان والاجبان، هيك بنكون مشينا بالحال. تمام. اللي بياخذ البروتينات النباتيه اللي بيعتمد عليها لازم تكون كميه كبيره يعني لحتى ياخذ حاجه الجسم من البروتين، مثل ما ذكرت انه لا تحتوي على كل القصص اللي هي الجسم بحاجتها، ولكن الكميات اللي لازم ياخذها بهيك حالات ياخذها بالكميات المعتدله، هي البقوليات موجوده عندنا، الحمص، العدس، البازيلا، الفاصوليا. تمام. يعني لو اخذ كميه كبيره يعني رح تضل هي نتيجه واحده. تمام، لانه هي اساسا بتفتقر لهي الانواع من الاحماض الامينيه، فاذا كترها ما حتفيد يعني. نفس الشيء. تماما. تمام. هلا دائما يعني بعد وجبه الافطار الشخص بحس بتخمه نوعا ما، حتى لو كان اكل كميه ممكن قليله، فيختلف دائما على بعد الافطار، في ناس بيقولوا لك ما بقى فيني اتحرك بدي نام، في ناس بتقول لك لا ضروري الرياضه بعد هيدي الوجبه، فانت شو بتفضلي يعني كاخصائيه تغذيه؟ هلا الرياضه بشكل عام لازم تكون بعد ساعه من الرياضه، لازم تكون بعد ساعه من تاريخ اخر من وقت اخر وجبه، يعني بعد وجبه الافطار. بعدين لازم بعد الافطار يكون عندنا مثل ما قلنا من شوي سناكات خفيفه، يعني اذا ما اخذنا سلطه يفضل نرجع ناخذها بعد شي ساعتين او نبعد مثلا عن الشيبسات وهالقصص، ناخذ كوب بسيط من البشار بعد عن السكريات كمان. هي مثل ما ذكرنا نظام غذائي متوازن خلال هيدا الشهر لحتى نحن نطلع من الشهر الكريم بصحه جيده ونظام غذائي نكون نعودنا جسمنا عليه. كثير بدنا نشكرك لوجودك معنا لليوم المهندسه مريم درويش اخصائيه تغذيه لهيدي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح شكرا لك مريم ورمضان كريم عليك. رمضان كريم على الجميع. نورتينا. تسلمي.